للمزيد حول التلاعب بنتائج الانتخابات في ظل تخبط مفوضية الانتخابات في إعلان النتائج، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول القسم السياسي في البديل الثوري العراقي علي عزيز. أهلا بك سيد علي، بداية كيف تقرأ ما رشح من نتائج أولية عن الانتخابات وتصاعد التوتر بين الأحزاب السياسية في العراق؟ نعم، بالنسبة للتوتر احنا باعتقاد انه راح يزيد اكثر واكثر. ابتداء هو طبعا بدأ التوتر بزيادة منذ الليلة البارحة ولحد الان مستمر، واحنا نتوقع راح يتم تصعيد الموقف بين الخاسرين والرابحين طبعا بين المعسكرين. هذا كله احنا سبق وان ذكرنا، هذا نتيجة مقاطعة الشعب العراقي للانتخابات والعزوف الكبير اللي صار، وبالتالي ما صار لهم مجال واسع للتزوير، لانه دائما كانوا بالانتخابات السابقه الناس يشتركون بالانتخابات مع الاسف بعد ان يغرر بهم، ولذلك نشوف التزوير كان يعني يضيع. يعني التزوير طلع وهذا ما حذرنا منه وقلنا مقاطعه في الانتخابات هذا واجب وطني لانه مدور سلسا وهذا ما شفناه. اما المشرف الاول والرئيس هو العميل البريطاني الامريكي الهاكر مصطفى الكاظمي الآن بالتزوير بشكل كبير لصالح شريكه مقتدى الصدر، وبالتالي في الآخر ما راح يطلع على نفسه خسارات ملايين الدولارات يوميا بالنسبة لهم، هذه القاعدة اللي تعود منها من المطلوب بالمنطقة الخضراء. نعم. سيد علي، أمام هذه النتائج كيف يمكن للأحزاب أن تقنع الشارع الرافض لها أصلا والطاعن بشرعيتها؟ اليوم لو نحب احنا الانتخابات اللي صارت طبعا اللي هي ساهمت بها كل احزاب السلطه شاركت بها، يمكن الواحد او اثنين اللي شافوا حظوظهم ضعيفه جدا ما اشتركوا بها، هؤلاء حتى جمهورهم وحاشيتهم على المشاركه بالانتخابات. طبعا كانت الاجوبه عكسيه وسلبيه بالنسبه لهم. زائدا فوق هذا كله فكروا من المرجعيه للنجف، حتى الشعب العراقي المشارك بالانتخابات، جت الانتخابات عزوه كبير، دخل الجوامع الجوارح السمية دخلت على الخط وصارت تكبر مخدرات الصوت، تدعو الناس في المشاهد قال هذه الفتاوى والدعوات، وقابل هذا البسيط ابطال الثوار بعنوان مقاطعون كانت اقوى من كل فتاويهم. نعم. إلى سؤال جديد سيد علي، يعني مع تأكيد العديد من المرشحين وجود تزوير وتلاعب بالنتائج، إلى أي مدى فشلت مفوضية الانتخابات بإدارتها أولا وبإقناع الشارع بالمشاركة فيها ثانيا؟ أساسا يعني أنا ما أتفق مع الوطنيين العراقيين أن يصفونها بالمفوضية، هذه لم يفوضها الشعب، هذه لا تم التصوير من الشعب، هذه هيئة ميليشياوية، هذه هيئة كرومية، هيئة أمريكية بامتياز. اليوم تم تعريتها وانطرحت وتعرت لأنه الدور التفكيري اللي قام به مصطفى الكاظمي لم يجده، يعني لم يتقنه بحرفية مثل ما يتقن فن التمثيل كذب. فلذلك الآن احنا الآن عرينا النظام الحاكم للعراق وعرينا حكومة المنطقة الخضراء بكامل مؤسساتها، يعني سابقا كانت موجودة الميليشيات المسلحة، نشوف ظهرت بعد ثورة تشرين ظهرت الميليشيات الإلهية اللي تابعة لأحزاب السلطة الحاكمة، ونلاحظ آخر شيء ما برز الميليشيات القضاء المفوضية الميليشياوية سميناها، هذه ليست بالمفوضية، هذه ما تصير من الشعب. شكرا جزيلا لك مسؤول القسم السياسي في البديل الثوري العراقي علي عزيز، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.